بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المحاضرة السابقة كان في حساب النومينال فلكتورال سترينث فور كومباكت شيب. طبعا راح بهاي المحاضرة نكمل اللي بدأناه بالمحاضرة السابقة، ونتطرق أيضا إلى موضوع الثاني اللي هو determination of nominal flexural strength for non-compact shape، وبالتالي نقدر نقارن في حالة الكمباكت والنون-كمباكت. على مود نبدي لازم ونحتاج مراجعة بسيطة الموضوع اللي هو الكمباكت شيب، وبالتالي بعدين من نروح للنون-كمباكت نقدر نقارن وبسهولة نميز بيناتهم وشين الفرق. ببساطة في حالة الكمباكت شيب قلنا المقارنة الستيبل التي راح تكون إذا الـ L أصغر من L B، الـ M نفسها B بلاستيك، وإذا وجدنا بأنه الستيبلتي هي راح تؤدي بالممبر إلى inelastic lateral buckling في حالة الـ L أكبر من L B وأصغر من L R، فقيمة الـ M راح مرتبطة بقيمة المومنت كريتنت فاكتور مضروب في الصيغة التالية الواضحة، وكل أحوال أصغر من MP. وفي حالة الطول إلى درجة الممبر سلندرنس أو الاحتمالية حدوث اللاترال تورشنال كلش عالية في حالة الإلاستيك لاترال بوكلين، قيمة الـ MN قلنا راح تكون F critical في الـ S sub X، وكل أحوال أصغر من MP إلى آخر الكلام. طبعا راح نشوف هسه في حالة النون كومباكت مثل ما راح تمر علينا، هذا الكلام يبقى صحيح، ينضاف له قيمة للمومنت. احنا هسه بهالحالة احسب كم مومنت انا ممكن احسب مومنت اللي حسب الطول من هالموت فيلر، يا هو راح يطرى عندي هي المومنت الحاكمة. اذا نون كومباكت راح احسب مومنت جديدة، وبالتالي اختار يا مومنت المومنت الحاكمة اللي تكون مومنت الأصغر، مثل ما راح طبعا بسياق الكلام راح نمر عليه اللي تحدثنا فيه. كملنا بالموضوع، حلينا أمثلة وذكرنا بأنه هنا عندنا ما يعرف بالمومنت كريتنت فاكتور. مومنت كريتنت فاكتور قلنا هذا الفاكتور قيمته رياضيا تحسب حسب المعادلة التالية اللي هي S sub B بالبساطة 12.5 في M maximum بالمقام 2.5 M maximum زائد 3 M A زائد 4 M B زائد 3 M C. قلنا هاي القيم المومنت هي موجودة الـ M maximum بالmaximum، الـ M A راح تكون بالربع الأول، البي بالربع الثاني، والسي بالربع الثالث حسب الترتيب المر بينا، وراح نشوفها طبعا بالمثال. كنا معناها الفيزيائي مرتبط بمن في حالة اللاترال تورشنال بوكلينج الفورس او الديستريبيوتد ستراس خلال جسم الممبر متوزعة بالتدريج على خلاف اللي يصير وين بالعمود بالفلكسرال تورشنال بوكلينج، المقادير الفورس راح تبقى شبيهة منتظم، وبالتالي هذا الفاكتور هو يترجم لي هذا التغير. راح نشوف طبعا المثال ونعرف شلون نحسب قيمة السي سب اس. بالإضافة هي موجودة معلومة القيم واضحة من الفورس ديستريبيوشن مثل ما نشوف، ممكن نرجع لها بالحل. طبعا هذه القيم موجودة بالمانوال، تدخلها بالامتحان بالشيت. حلينا المثال هنا، وصلنا للمثال الخامس واللي هو قلنا راح نخصص الحساب قيمة المومنت كريتنت فاكتور. مطلوب هنا حساب المومنت كريتنت فاكتور في حالة اليونيفورم لود سيمبل سبورت دبليو شيب وذ لاترال سبورت ات ات اند اولي، يعني الاسناد الجانب وين فقط بالنهايات. هنا طبعا هاي الملاحظة كلش مهمة، يعني جزئية بالسؤال لازم انتبه لها، وشنو
أهميته من يقول لي lateral support at its end only، يعني فقط بالمساند أكو إسناد جانبي، وبالتالي الطول الغير مقيد شنو هو الإيل كل الإيل. لاحظ هنا عندي مثال هنا ثاني اللي هو يعني مطلوب homework، راح أطالبكم بيسلمون عنا homework هنا. الطول الفعلي البيم هو أي بي أو أي دي هنا، نلاحظ التقييد وين موجود الجانب بي؟ بنقطة بي ونقطة سي، وبالتالي الطول المقيد تشكت راح يكون عند طولين 12 و8، أكو تقييد جانبي هنا، تقييد جانبي يعني بيمكن ما متقسم إلى كم جزء، 3 أجزاء. من أجي أحسب هنا السي كم سي بي أحسب؟ الكل جزء يتعامل وياه كبيم، يعني الكل جزء أحسب له مومنت ماكسيموم ومومنت بالربع الأول ومومنت بالمنتصف ومومنت بالربع الثاني إلى آخر الكلام بعدين نجي. فلاحظ هنا نبقى بمثالنا حساب سي سب بي للبيم اللي هو قلنا الطول المقيد هو نفسه راح يكون طول البيم لأن الإسناد الجانبي فقط بالنهايات. المعادلة هنا أتذكرها طبعا، وقبل لا أبدي هنا أنا ليش أحسب السي سب بي للتذكير؟ لأن تدخل حساب قيم المومنت بلاستيك في حالة الانيلاستيك لاترال بوكلينج مثل ما نشوف هسه طبعا بالإلاستيك أو الانيلاستيك. المثال السابق لاحظ من أجي أحسب الاف كريتيكال ألقى لازم حاسب السي سب بي، بالقبل هذا هو انيلاستيك لاترال بوكلينج، إذا أريد أحسب المومنت لازم حاسب السي سب بي. نرجع لمثالنا الحل، طبعا المعادلة العامة اللي يحسب بها قيمة السي سب بي هي بهالصورة مثل ما تكلمت عنها. احتاج احسب الام ماكسيموم، الام ماكسيموم وين موجودة؟ طبعا حسب طبيعة توزيع المومنت، اذا عندي يو دي ال معناها موجودة هسه والاسناد بسيط موجودة وين؟ بالمنتصف، وبالتالي الام ماكسيموم هي نفسها راح تبقى الام بي وحسابها اوميجا ال سكوير على 8. ام اي قلنا الام اي هي المومنت وين؟ بالربع الاول. الام بي قلنا المومنت بالمد اسبان بالمنتصف. الام سي هي المومنت بالربع الثالث. واضح الكلام؟ فاحسب قيم المومنت احسبها بعد رياضيا، يعني مثلا المومنت بالربع الاول اللي قلنا نفسها بما انه الحمل ايضا متناظر راح تكون نفسها الام سي بالربع الاخير. اسوي فريبت دياجرام بسيط هنا، نشوف الاوميجا ال على 4 اللي هو لان الطول هنا صار ال على 4 والمومنت هنا راح تكون مجهوله. اخذ مومنت سمش المومنت بسيط، احسب المومنت اي اللي هي المومنت سي، ارجع اطبقها بالمعادله احسب قيمه السي سب اس، واللي اكيد احتاجه بحساب الام بلاستيك معادلات الام بلاستيك في حاله الالاستيك لاترال بوكلينج او الان الاستيك لاترال بوكلينج. الالاستيك احسب يحتاجه بقيمه الاف كريتيكال، والان الاستيك احتاجه بقيمه المومنت مباشره، راح يكون فاكتور مؤثر مضروب في التيرمز الواضحه هنا. راح يكون عندنا هوم ورك هنا، طبعا بالهوم ورك على مو تم نسهل الموضوع راح نشرح هنا شلون راح ابدي. طبعا ابتداء راح احسب المومنت فورس دياجرام لكل البيم، راح يصير عندي بينتج مومنت دياجرام. من هذا البينتج مومنت دياجرام قبل لا ابدي بحساباتي اقول انا احتاج احسب الاس سب بي لكم منطقه؟ 3 مناطق، لان عندي نقاط تقييد كأنما عدي 3 قطع مستقلة عن بعض، بس ما أنسى المومنت دياجرام راح يكون شنو؟ 1. بالمناسبة هذا البيندك مومنت دياجرام مرسوم هنا، تقدرون تستفيدون من عديه. بعدين أباوع بما أنه متناظر، يعني الحمل متناظر، بس أباوع هنا الأطوال متناظرة، هنا 12 هنا 8، إذا ما متناظر، واضح؟ وبالتالي لازم احسب الكل جزء. الكل جزء راح احسب مومنت ماكسيموم، مومنت بالربع الاول راح تكون هنا، مومنت بالمنتصف هنا، مومنت بالربع الاخير هنا فقط.
ارجع للمعادله احسب السي يسوي. من اجي لهذا الجزء من البينتيك مومنت دياجرام اللي الشامل البيم كله، شو احسب الام ماكسيموم وين القاها بمكان معين، الام بالربع الاول، الام بالمنتصف، والام بالربع الثالث، وارجع للمعادله احسب السي سب بي. نفس الكلام نكرر الربع الاخير، وما انسى قيمه السب بي ممكن انا احصلها من جداول موجوده لحالات تحميل معينه، حالات تحميل معينه موجوده مثل ما شفنا هنا. راح نرجع للتذكير، هاي القيم، قيمة السبوية راح تكون معلومة لحالات تحميل معينة. كان الكلام بحساب النومينال بيندينج مومنت في حالة شنو؟ في حالة الكومباكت شيب، كلامنا السابق. هسه نريد شنو اللي يتغير إذا كان المقطع نن كومباكت، نن كومباكت. طبعا يعني المتابعين ملاحظات بسيطة لازم أستذكرها. نستذكر بأن معظم المقاطع السنتر هي كومباكت، واضح؟ ما عدا مقاطع قليلة شبيهة راح تكون نن كومباكت، نحتاج هذا الكلام إله. والسبب هو لأن الفلنجة للسموك ريشو راح يكون قليل نسبيا أو عالي نسبيا، بحيث يكون نن كومباكت، واضح؟ لان السلندرنس هي بالعكس كل ما يزداد كل ما تميل للسلندرنس، بس بكل الاحوال مو سلندر سكشن. ملاحظه ثانيه بانه المقاطع هاي نن كومباكت دائما الويب بيها كومباكت، مشكلتها وين؟ مشكلتها بالفلانج، واضح؟ وبالتالي في الحاله راح يكون عندي بالإضافة لللاترال تورشن بوكلينك اللي تكلمت عنه، راح شو يكون عندي؟ يكون عندي فلانج لوكال بوكلينك، لأن قلنا مشكلتها وين؟ بالفلانج. وبالتالي بالإضافة لللاترال تورشن بوكلينك لنفس الكلام اللي سبق في حالة الكومباكت، راح يطلع عندي مومنت جديد مود فيلر ممكن أن يحدث اللي هو الفلانج لوكال بوكلينك FLB. ببساطة هذا الفرق، واضح؟ وبالتالي اروح اشتغل كانما اريد احسب اللاترال تورشن بوكلينج واحسب مومنت اضافي اللي يسبب الفلانج لوكال بوكلينج، واختار من هذا المومنت اقل مومنت اللي هي راح تكون حاكم. طبعا اذا كان المقطع بيلت اب سكشن اللي انا مصنعه، ممكن الويب يصير سلندر والفلانج يصير سلندر الى اخر الكلام، وبالتالي اشيك لازم للويب والسلندر. طبعا الكرايتيريا الخاصة بتشيك المقطع كومباكت او نن كومباكت للتذكير اللي احنا مكررينها، قلنا في حالة الـ L اكبر من قيمة B واصغر من قيمة LR المقطع راح يكون نن كومباكت. قيمة اللمدة هي خاصة طبعا بمن؟ بالفلنجة اللي هو B فلنج اللي هو عرض الفلنجة على اثنين. ليش على اثنين للتذكير؟ لان هو عبارة عن طول، الطول الحر الفلنجة طولها النتر هي مقيدة بالمنتصف بالويب، إذا الطول الحر الغير مقيد هو على اثنين على السمك اللي هي معادلة سلندرنس. قيمة الـ LP 0.38 تحت الجذر E على الـ FY، قيمة الـ LMDR 1 في تحت الجذر الـ E على الـ FY. وقلنا هاي الكرايتيريا خاصة بمن؟ بالفلنجة أو فلنج سلندرنس ريشو قبل لمدة B لمدة R. شلون نحسب الـ nominal flexural strength؟ شنو اللي طرى اللي تكلمت عنه؟ طرى فقط نقطة أي. إذا المقطع compact ما عاد بي مشكلة، تبقى الأهم هي أم بي، وأصلا ماكو داعي أذكر هالنقطة، مباشرة نروح للـ lateral torsion. إذا نن compact بالتالي أحسب قيمة أم من المعادلة التالية، هذا الشيء جديد. إذن أبدي بالفلانج لوكال بوكلينج، حدد قيمة الام إذا كان المقطع كومباكت أو نن كومباكت. إذا حصلت نن كومباكت لازم أحسب ام، وأروح للمود فيلر الثاني ممكن اللي هو اللاترال تورشنال،
واشيك الحالات اللي عندي، 3 حالات اللي هي ممكن ما يصير عندي لاترال، وممكن يصير عندي مرحلة الانيلاستيك، وممكن يصير عندي مرحلة الالاستيك. وكل حالة مثل ما عملنا سابقا اكو ام تقابلها، وقلنا الان في حالة الانيلاستيك او الالاستيك راح مرتبطة قيمتها او حساباتها بما قيمة المومنت جريدينت فاكتور، ما تغير عندي شيء. الشيء الجديد هو حساب مومنت جديدة تدخل بالمقارنة، وبعدين اختار الام الاقل اللي راح تكون ام حاكمة. لاحظ هنا يوز سمولر فاليو من الفلنج لوكال بوكلينج او اللترال تورشنال بوكلينج. هنا ملاحظة للنن كومباكت شيب، بما انا راح اتعامل وياها قيمة الال بي راح احسبها من المعادلة التالية. واضح؟ ملاحظة لازم اعتمدها بحسابات. نجي هنا مثال simple support beam with span length 45 feet lateral support at its end. التقييد وين؟ بنهاياته. اذا الطول هو الطول الكلي. متعرض للاحمال التالية dead load live load. قايل ال FY 50 سألني المقطع W 14 في 90 أتوكيت أور نوت. طبعا بما أنه يريد لازم أحسب كم مومت المومت الفعلية اللي من الأحمال المسلطة، وأحسب مومت اللي المقطع يقاومها مقاومة المقطع، وبعدين أسوي مقارنة بحساباتي. لازم أشيك المقطع كومباكت لو نن كومباكت. إذا كان كومباكت معناه البروسيجر الخاص بالمحاضرة السابقة واللي استذكرناه بداية هذه المحاضرة. إذا نن كومباكت راح يطرأ على موضوعنا حساب مومنت تسبب الفلانج لوكال بوكلينج، واستمر بعدين نروح للاستيابلوت الخاصة بالمتعلقة بالأطوال المقيدة. الخطوة الأولى راح أحدد هل المقطع كومباكت أو نون كومباكت. مثل ما تكلمنا قلنا هنا المشكلة وين؟ دائما بالفلانجة، بما أنه المقطع ستاندر إذا الفلانجة ممكن تصير نون كومباكت. فمن المنوال أحسب قيمة سلندرنس الخاصة بال فلنجي، واروح احسب الكرايتيريا الخاصه بالال بي والال ار، اسوي المقارنه حتى الشيب شبيه راح يكون نن كومباكت. وبالتالي بما انه نن كومباكت شنو اللي طرى لازم احسب الاف ال بي اللي هو الفلانج لوكال بوكلينج. راح احسب من هاي المعادله. طبعا لاحظ المعادله يحتاج بحسابات احسب الام بي، فاحسب الام بي اللمتا بي اللمتا ار مطلوبات احسبهن. حسبت الام اللي يسبب الفلنج لوكال بوكلين، هسه اروح شو احسب المومنت اللي يسبب اللاترال تورشنال بوكلين. على مود احسبها لازم اعمل شني؟ اتشيك بانه يا نمط يصير الاستيك اور ان الاستيك او ما يصير ممكن حسب الاطوال. عندي الطول غير مقيد 45 الطول الكلي. ليش؟ لان الاسناد فقط بالنهايات. من الجدول ممكن احسب ال LP ال LR، سوي مقارنة طلعت عندي نمط الفشل هو Elastic Lateral Torsion. بما انه Elastic يعني الحالة الاخيرة يعني قيمة ال M F Critical في ال S تساوي X، لازم احتاج احسب ال F Critical. من المنوال احتاج الجيومتري بروبرتيز اللي احتاجها بحساباتي، احسب ال F Critical نانا سي يساوي 1 للدبل سيمتري، احفظها لازم بالي تكون. السي بي في حالة تحميل يونيفور راح تكون 1.14 قيمة ممكن استذكرها ببساطة simple support اذا يونيفور، او ارجع للجداول احسب الاف كريتيكال، احسب المومنت، اسوي مقارنة بين الاف المومنت اللي جتني من الفلانج لوكال بوكلينج او الام اللي جتني من اللاترال تورشنال بوكلينج. نلاحظ يا قيمة تطرأ مبكرا هي اللي جتني من اللاترال تورشنال بوكلينج، وبالتالي هي راح تكون الحاكمة. احسب الديزاين سترينث اضربه بالفاكتور 0.9 طلعت 399، اقارن مع الالتيميت اللي هو 527. الالتيميت منين جاتني؟ من احمال فعلية، بينما المقطع كي تتحمل 399. اذا المقطع شبي does not have a ticket moment. نهاية المحاضرة.